انا واحد من الناس يغلبني رمضان. راك شنو تبان لي باللي رمضان عادي؟ الناس شعب الجزائري عادي يغلبوا بزاف رمضان ولاسباب عديده. اولا الناس اللي تبع الدخان، القهوه، الشمات. رمضان مش راح يكون سبه في حاجه الانسان باش يتقلق ولا هذاك. انا نظن هذا يخليك ما يغلبكش رمضان. دا صورتو الناس ولات تتب ولا تهضر في هضره ماشي مليحه. غير يروح يرقد خير. مطلوب من الانسان هذا انه يشهد ويستغفر. اقرا القران والله غير ينسى يعني قلقاطرو. كاين كما حنا باغ اكزومبل هنا في الخدمه الناس عاد ما تصبرش نورمالمون في رمضان الواحد يكبر قلبه ويصبر بزاف. ويقول لك انا مانيش قادر نخدم اليوم. يكسر له حتى راسه حتى واحد المصحف وربي وصلات. هذا واش ندير؟ هذا واش نعطيه النصيحه تاعي. الانسان حنايا الشعب الجزائري بصفه عامه مقلق برمضان ولا بلا رمضان.